عنها وقمت ماسك في رقبته وقعد يلطم ويصوت ولا الولية المطلقة. لولا العيال حشوني عنه انا كنت علمت عليه علامة ما كانش هينفع بعديها تاني. والنبي يا سيد كان نفسك اتفرج عليه. ايوه كده ايوه كده، ورينا الضحكة العسل يا عسل. طب ايه بقى؟ مفيش اي حاجة؟ مفيش كتر خيرك يا سيد، ما تحرمش منك يا عرب اي حاجة كده زي بتوع السيما. يفضحك في ريحة القطط في امشيريا بعيد يا واد، اتلم بقى احنا في الجنينة. طب ما تيجي ناخد اي مكنة هنا بعيد في الجنينة، بعيد عن زعبيب امشير وفضايح امشير وروايح امشير. شوية يا حبيبي وانا هقلب عليك واوريك زعبيب امشير بجد. جاي يا سعد، وانا ما اعرفش يا اخويا اقعد معاك اتكلم كلمتين بجد بدل ما دماغك دي يا اخويا اللي عماله توديك وتجيبك. هو في احلى من كده كلام يا وز؟ اديكي حاجة ترجعيلي نفس الحاجة. يوه، تولعيلي سجارة حشيش وتلسعيني في ايدي وتقوليلي هوف يا سعد سلامتك يا بوسين. أموت أنا وعز السهتنة، الصلاة على النبي يا قمر. عليه الصلاة والسلام. والنبي يا سيد أنت ضحكتيني وأنا ما كنتش عايزة يا أخويا. لا كنت عايزة تضحكي، بس أنت مش واخدة بالك. في يا وز، ليه القاسية معايا؟ ده أنا سيد حبيبك اللي كان هيموت مين امبارح عشان خاطرك. ما يبقاش في مكافأة كده؟ أي من شافت ريق. إيه يا أخويا؟ من شافت إيه؟ من شافت ريق. يعني إيه؟ مش انا حرامي غسيل؟ يبقى لازم يبقى في منشفه. صح، منشفه فيها. طب ارغي يا اخويا، ارغي يا اخويا وطلع اللي في بطن. قول يا سيد عايز ايه يا ابو ريق ناشف؟ عايزك تحن عليا وتقرطي في الحنيه بالقوي. ارد ايه يا اخويا؟ او انت فاكرني الواد بقله انخرط ولا ايه؟ خرطت قلوب. تتعب يا سيد. ومين قالك ان انا مش تعبان؟ ده انا خربان، ده انا رحت الحميات علشان اتعالج من الشحتفه. اما الدكتور قابلني هناك وقال لي يا ابني انت عندك نهجان بالجامد قوي. حتى شوف حلاوتك يا وز يا عسل، حلاوتك حلاوتك يا قمر، حلاوتك حلاوتك يا واد. اتلام كل يا اخوك، يلا يلا يا حبيبي عشان تتغذى.